وجبة فكاك لحالي ها هي جات، عمرك تحتاري. بغيتي وجبة سهلة وسريعة برغيف تاكوس بدون آلة، غير بجوج رغيف تاكوس حضري وجبة تكفي الدوبل وبحشوة يا سلام تستحق تجربة. يا دا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير، وكل عادة ما تنسوناش من لي لايك للتشجيع فقط وبالبرتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كيندموا قناتي وعجبهم المحتوى، مع اليوم اللي فعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركتي الله ونقولوا بسم الله. أول حاجة كيف ما كتشاهدوا معايا كنحتاج هنايا جوج حبات من البصل من الحجم المتوسط اللي كنبشرهم في الحكاكة الغليظة أو نقطعهم بالسكين، يعني بحال اللي كنشلضهم يكونوا رقاق جيدا. أنا باش نستعجل الوقت شوية حكيتهم في الحكاكة الغليظة باش كنحصل على البصل ديالي يكون رقيق شيئا ما، يعني بلا ما ياخذ مني الوقت. ونقطعهم بالسكين بحال اللي غادي نشلضهم كنحكهم في الحكاكة الجهة الغليظة. عندي هنايا جوج حبات من البصل من الحجم المتوسط، كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نحك هاد جوج حبات من البصل. غنوضعهم في المقلاة اللي كنضيف لهم قليل من الزيت، قليل من الابزار، وقليل من الملح. وغنوضع هاد المقلاة اللي فيها البصل على النار اللي تكون مهيله حتى كتشحر لينا البصله او كطيح شويه كتذوب واحد شويه، يعني في هاد الاثناء هادو منين كنوضع المقلاة ديالي على النار اللي تكون مهيله كنجيب هنايا المكون لاختيار. ممكن ديروا الدجاج، ممكن ديروا الكفته، ممكن ديروا الطون. انا اختاريت اليوم سوسيس او النقانق، كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا تقريبا 250 غرام ديال النقانق او السوسيس او سواسيسو، كل واحد كيفاش كيسميه. اللي غادي نقطعو قطع صغار كيف ما كتشاهدوا معايا، غادي نقطعو قطع صغار كله هو، وانتم لكم الاختيار وحسب المتوفر عندكم. ممكن ديروا النقانق، ممكن ديروا كيف ما قلت لكم الدجاج تقطعوا قطع، يعني الهبره ديال الدجاج تقطعوا قطع صغار، او الكفته، او تكتفيوا غير بالخضر بدون لحوم. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما قطعت السوسيس ديالي او النقانق والبصله ديالي تشحرت ليا، يعني نص تشحيره ماشي طايبه، يعني طاحت ليا دابت ليا واحد شويه، كنضيف ليها هاد النقانق اللي قطعتهم صغار وكنرجعها على النار للنار اللي تكون مهيله وكنحرك جيدا. على فكره النقانق او الدجاج او الكفته راهم كيوجدوا الفرن شتعين، يعني هادو من الوجبات السريعه والمفضله عند الجميع في فصل الصيف. كيف ما كتشاهدوا معايا غنضيف لهم واحد الصلصه اللي كتجي خطيره ورائعه وجد اقتصاديه. اللي متوفر عنده الكريمه ديال الطبخ يضيف تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال الكريمه ديال الطبخ. انا ما توفرتش عندي، درت هنايا واحد علبه من ياغورت طبيعي بدون نكهه وقليل من الفخوماج اللي كنضيفها على هاد البصل وعلى هاد النقانق او السوسيس ديالي، كتجي فيها واحد اللذة وواحد كيعطينا واحد القوام كريمي رائع جدا، زائد التعليكة ديال فخوماج موتزاريلا اللي ضفت. اللي ما توفرش عنده فخوماج موتزاريلا ممكن يضيف 3 ديال القطع ديال فخوماج مثلث او ديال الساندويتش، لكم الاختيار وحسب الحاجة وحسب المتوفر عندكم. غير زعموا وجربوا هذه الكريمه، يعني الخطيره والرهيبه والجد اقتصاديه كنسميها انا كريمه، مع انه غير ياغورت طبيعي زائد الجبن، كتجينا واحد الصلصه خطيره نضيفوها على الكفته او صدور ديال الدجاج او النقانق، كتجي يعني خطيره مع لي ساندويتش والتاكوس، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. كيف ما كتشاهدوا معايا انا طفيت عليها النار وغنضيف هنايا واحد جوج او ثلاثه ديال الحصص ديال الكورنيشون اللي غنحكم في الحكاكه، شويه ديال الزيتون لكم اختيار، ممكن تضيفوا الزيتون، ممكن تضيفوا هاد المخللات. انا درت هنايا كورنيشو او الخيار مخلل، واحد الثمن تقريبا واحد 3 ديال القطع او 4 ديال القطع اللي كنحكم في الحكاكه الغليظه كيف ما كتشاهدوا معايا، كيزيد يعطيني واحد اللذه واحد المزيج ما بين الحموضه زائد الكريمه، كتجي رائعه جدا. يا سلام على هاد الحشوه، يا سلام، غير جربوها وغادي ترحموني عليها. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا انايا تقريبا جوج رغيف ديال التاكوس ونصف،
بالحجم ديال 30 سنتيم. هذا الرغيف ديال التاكوس هذا بالحجم 30 سنتيم. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقطعو على 4، كنطويه في الاول باش يعطيني نفس العبار، حتى كنطويه عاد كنقطع بالقطعه ديال البيتزا او بالسكين، وكنشكل على شكل كورني كيف ما كتشاهدوا معايا. ملي كنشكل على شكل كورني كنضغط، كنحاول نضغط على الجهه السفليه، راه دغيا يعني بحال اللي كتماسك كتلصق لينا، لان الرغيف ديالي مازال طري كيف ما كتشاهدوا معايا. وكنعمر هاد لي كورني وما نعمرهمش يعني بهاد الحشوه بزاف بزاف، يعني ندير تقريبا واحد زوج معالق صغار فقط، لان هاد الكورني ديالنا ما حاجتيش به يكون عامر بومبي حتى الاعلى، باش ملي نحطو في الصحن ديال اللي غادي ندخل الفرن يكون عندي متساوي ومقاد. وتبعوا معايا الاخر باش تعرفوا علاش انا غادي نكمل هاد الحشوه كلها هي. وهذا الرغيف ديال التاكوس كيف ما كتشاهدوا معايا اللي شكلته مثلثات وكنقرو ليه على شكل كورني، مرحله راه سهله جدا وسريعه وكتجي رائعه جدا. فرحوا بها وليداتنا، وصفات سهلة والسريعة اللي كتكون متداولة فصل الصيف، علاش لا ما نديروهاش لوليداتنا ونخرجوهم من الوجبات السريعة المتداولة. كيفما كتشاهدوا معايا بعد ما كملت عمرت الرغيف ديال لي كورني ديالي ديال رغيف ديال التاكوس، احتاجيت تقريبا جوج ديال الرغيف ونصف على حسب المول او الاطار اللي غادي تحتاجوه او تدخلوه في الفرن. انا في المعتاد ملي كندير هاد الوجبه في المقله الثقيله ديال البطبوط او المسمن كنحتاج غير جوج ديال الرغيف اللي كيعطيوني 8 ديال الحصص. هاد المول هذا عندي شويه كبير، احتاجيت فيه 10 ديال لي كورني، يعني احتاجيت جوج ديال الحصص ديال الرغيف ونصف. كيف ما كتشاهدوا معايا خديت المول اللي غادي ندخل الفرن اللي دهنته بشويه ديال الزبده، ثم كنستف هاد لي كورني ديالي يعني بشكل دائري كيف ما كتشاهدوا معايا. ولهذا قلت لكم ما تعمروش لي كورني ديالكم بالحشوه بزاف، لانني ملي كنوضعهم كنحاول نضغط باش يجيوني مبسطين ومتساويين، يعني كون عمرناهم ما غنقدروش نضغطوا وغيجيونا مبومبيين وغنحتاجوا كميه اكثر من الحشوه ومن الرغيف. كيف ما قلت لكم في الاول هذه وجبه اقتصاديه، يعني حرتي وحلتي وبقاو لك غير جوج ديال الرغيف ديال التاكوس، غادي تحضري 8 ديال لي كورني بحشوه سهله وجد رائعه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نبسطهم، غادي ندير الفرن ديالي يسخن على درجه حراره 180 وندخلهم حتى يتحمروا لي من الاسفل ومن الاعلى، ثم كنضيف واحد الاضافه بسيطه شويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا الا توفر عندكم. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يخدموا الفرن ممكن يديروه غير في المقلات اللي كنديروا فيها المسمن والبطبوط ويطيبوا على داك الجهه حتى يطيب وينقصوا الصفر ثم يقلبوه، كيجي تماما بحال ميني تاكوس اللي كنخدموه في الاله ديال البانيني. وانتم لكم الاختيار. بعد ما طابلي على كلا الجهتين وزعت عليه قليل من الجبن المبشور ديال الموتزاريلا او ديال البيتزا كيف ما كتشاهدوا معايا، وانتم حسب الرغبه حسب المتوفر عندكم. ممكن تستغناو على الاجبان تماما وتخليوه كما هو، يعني تدخلوا الفران غير يتحمر من الاعلى ومن الاسفل وتخرجوه، او كيف ما قلت لكم ديروا غير في المقله الثقيله اللي كنخبزوا فيها المسمن والبطبوط حتى يطيب على الجهه الاولى ثم تقلبوه عادي، كيجي من اروع ما يكون. وفي 10 دقائق وجبه فكاكة الوحايل ها هي وجدات. تمنينا الاعجابكم من الفيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من لي لايك اللي التشجيع فقط والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد، نتمنى لكم فرجه ممتعه وهذه الوصفه نتمنى تجربوها وتردوا عليا الاخبار في التعاليق لانها تستحق التجربه. شكرا لكم متابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السويريه.